السلام عليكم. اليوم جبت لكم خبر صار حيث أنه تتم اختيار الشركة التي سوف تقوم بتجديد ملعب سيدي بالعباس، إذا واللي كان فيه منقصة أولى لم تكن مثمرة، لكن الآن تم المنقصة الثانية، اتفاق على تهيئة ملعب هذا والبرنامج تاع التهيئة هذا حسب المناقصة اللي قريناها فيه خلق فضاءات كما ملعب قسنطينة وملعب عنابة، فيه فضاءات نتاع الفي بي ونتاع الصحفيين وكذلك نتاع المدعوين، وفضاءات كثيرة ملحقة سوف تنشأ حول الملعب ويكون فيه يعني هذه التهيئة تكون بمواصفات عالمية، مواصفات تاع الفيفا، وكذلك سوف يتم، وهذا هو الأهم، سوف يتم تغطية ملعب سيدي بالعباس. وفي الأخير أحيلكم على الفيديو اللي قمت به، هذه درت فيديو هذه عن تقريب عام عن يعني ضرورة تهيئة الملعب تاع بالعباس اللي بلعب كبير، ودرت يعني مرافعة قوية جدا اللي يعني المسؤولين باش ياخذوا هذا الملعب بعين الاعتبار، خاصة يعني بالنظر إلى المدينة الزخم العمراني تاع المدينة تاع سيدي بالعباس، اللي كون مدينة كبيرة وجميلة وعندها يعني مؤهلات لكي يكون لها ملعب كبير على غرار عدة مدن أخرى في الجزائر، مش هي الوحيدة. تم يعني فيه ناس خذات هذه المبادرة وخذات الفيديو تاعي وعاودت نشراته في الفيسبوك وكذا وكذا، وكان فيه ردة فعل نتاع المسؤولين نتاع ولاية سيدي بالعباس، وأخذوا يعني داروا فيها دراسة وانطلقت الدراسة، وثم كان فيها المناقصة هذه اللي أثمرت الآن على هذا المشروع الهام جدا. توجدون الرابط تاع الفيديو هذا اللي درته على ملعب سيدي بالعباس، اذا ما في نهايه الفيديو هذا، إذن وان شاء الله يعني نفس الخطوات ونفس المبادره سوف يعني نسمع عليها في ملاعب اخرى كملعب جيجل، وكاين بعض الملاعب الكبيره التي يعني تستهل يكون فيها إعادة تهيئة والتجديد والتغطية. إذن أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.